هيمنة القضايا الأمنية والعسكرية على جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثاني إلى الخرطوم. زيارة بدأت باتهامات وانتهت بتفاهمات. تفاهمات من شأنها أن تفتح صفحة جديدة في علاقات الخرطوم وطرابلس، لا سيما تقوية المؤسسات العسكرية والأمنية. نحن قالين على نفسنا أن والله نحن نجيف مع أخواننا في ليبيا ونساهم معهم في بناء كل مؤسسات خاصة فيما يخص القوات المسلحة، والآن برضو ونرى نحن في قوات الشرطة أيضا عندنا كثير من المعاهد والمراكز التدريب المؤهلة ومهيئة تماما أن ممكن تستقبل أو تساعده في بناء كوادر شرطية، لأن نحن بندي دائما الأسبقية للأمن. لو بقيت في قوات مسلحة قادرة في ليبيا وفي شرطة قادرة أن تقوم بالمهمة بتاعتها حسب الدستور، بيعتقد أن ده اللي بيحقق الأمن والاستقرار والطمأنينة لأي مواطن. ليبيا التي أنهكتها الصراعات الداخلية تطمح إلى إسهام دول الجوار في تحقيق المصالحة الوطنية وإبعاد شبح الفوضى عن المنطقة التي تشهد فيها الجماعات المتشددة. أي هزة أمنية في ليبيا أو أي خرق أمني يؤثر على دول الجوار وخاصة السودان والدول المجاورة، وبالتالي نسعى بكل ما لدينا أن نفتح باب الحوار لإخوتنا وأشقائنا وصدورنا مفتوحة لهم جميعا، شريطة أن يكون هناك بعض التنازلات حتى نلتقي على نقطة واحدة. وسيد الرئيس وعدني بأن يكون السودان شريك أساسي في هذه المباحثات حتى نصل إلى بر الأمان. الانطباع العام في الخرطوم هو أن زيارة عبد الله الثاني أفلحت في طي صفحة خلافات الماضي وتبديد المخاوف ونزع فتيل التوتر، الأمر الذي سينعكس على كل دول المنطقة. ناظر لهذه زيارة رئيس الوزراء الليبي وطبيعة اللقاءات التي تمت في على الأصعدة الأمنية والسياسية، يمكنه القول بأن الزيارة فلحت إلى حد كبير جدا في إزالة وتبديد المخاوف ذات الطابع الأمني والمضانة السياسية الشائكة. وأعتقد أن هذه الزيارة فلحت كذلك في وضع السياسة في مسار أو في منصة الانطلاق رغم المخاوف والهواجس التي سادت العلاقات البلدين في الفترة الفائتة. محصلة زيارة رئيس الوزراء الليبي إلى الخرطوم أنها طوت صفحة من الخلافات ومنحت ليبيا مزيدا من الثقة وأسست لوضع جديد عنوانه المساهمة في استقرار منشود للمنطقة. طارق التيجان، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.